ان شاء الله الجزء الخاص بالتيكت شيرنج بتاع الطياره او الاف 15. مبدئيا لو احنا جينا عملنا كنترول ار، او خلينا كنترول ار تمام، بحيث انا عايز اوريك طبعا واضح ان الريندر في التيكتشر او في الفيو بورت مش قد كده على فكره، العده يعني بيبقى ممكن يكون شويه كارت شاشه، ممكن يكون شويه عيب من السينما نفسه، لكن تعالوا نعمل شيفت مع ار عشان نعمل الريندر في البيكتشر فيور، بحيث ان احنا نشوف بس الجزء اللي انا عايز اوريه لكم، هو الجزء بتاع الديفيوجن ده هنا، الجزء اللي هنا ده عايز اخف الحته دي شويه. طبعا هخفها يبقى انا هروح للاوباستي، لكن في حاجه انا عايز اخفها من هنا لكن قدام لا، الحته دي بس، يعني الحته ده اهي بس هي اللي انا عايز اشتغل عليها، لكن قدام انا مش عايز اعمل اي حاجه. هنقفل البيكتشر فيور وهنيجي للحته. طبعا هو بالمنظر ده مش مظبط، اضغط حرف ال كابيتال تمام من الكيبورد علشان تقدر انك انت تشتغل بدون وجع قلب يعني. روح بعد كده للروبر او الاريزر تول، ومجرد ما نروح للاتريبيوتس بتاع الاريزر تول انا هروح اخد برش، ولتكن برش برضو يكون فيها يعني اي حاجه تكون مخربشه كده، حاجه زي دي مثلا، ونروح نقلل البريشر، واجي هنا كده. طبعا هي بالمنظر ده انا هقلل الشكل ده، ده هي كده مستطيله كده مستطيله. طب البنسل لا، الستاندرد بالمناسبة المالتي براشز دي بتبقى براش على كذا تشانل، هنجلها بس انا قلت بالمرة ايه اقول لكم عليها. تعالوا ناخد التشوك، نقلل البريشر تمام، واجي هنا كل بس اعمل انا همسح بس من هنا كده. اجي طبعا الماتيريال، اتاكد ان انا على الديفيوجن اللي فوق مش اللير اللي تحت تمام، مش اللير اللي تحت، انا كده على اللير اللي فوق. كل بس اللي عامله ان انا همسح شويه حبه كده، واعمل شيفت ار، ابعد بس شويه عشان الريندر ما ياخدش وقت طويل، واعمل شيفت ار تمام، ونشوف الفرق. زي ما احنا شايفين الدنيا هديت شويه. هنا انا محتاج الديتيلز هنا تكون زي ما هي. هنا طبعا انا لسه ما خفتش الحته، لما جيت شمت الحته اللي في النص انا كنت شغال في الحتت اللي على الطرف دي. نقفل تمام ونروح للحتت دي ونعمل كده بحيث نمسح شويه تمام، ونعمل اروح بس اقلب الريندر، لان الريندر معمول فيزيكال انا هعمله ستاندرد، ونعمل شيفت ار بحيث يبقى اسرع حبتين تمام. نقلب تاني او نزود البريشر بتاع الروبر شويه، ونمسح او الاستيكه نمسح، وبرضو اعتقد ان احنا هنروح على السبيكولر شانل تمام، ونختار الروبر تاني، ونيجي هنا نمسح برضو شويه، ممكن نيجي نمسح هنا لو احنا عايزين تمام. اعتقد هي هنا، نيجي نضغط كده نمسح شويه، نيجي هنا نعمل شيفت مع ار يعني الدنيا زي ما احنا شايفين خفت كتير قوي عن الاول. اعتقد لو احنا رحنا للي قبلها زي ما احنا شايفين شفتوا الفرق خف شويه. ممكن تاخد الاير براش على فكره لو انت عايز تعمل مسح منتظم. طيب نيجي بعد كده عايزين نكمل الباقي بتاع الجسم. عايز انزل بعد كده السبيكولر شانل، او اسف الريفليكشن شانل. هعمل رايت كليك واقول له شانل واقول له ريفليكشن، طبعا هختار ريفليكشن زي ما انا عايز، الويتس مظبوط او معامل اوكي بالشكل ده كده. ده كده الريفليكشن. لو انا جيت اعمل شيفت مع ار زي ما احنا شايفين بقى، شفتوا ادي فرق
الريفليكشن طبعا الريفليكشن مش بالمنظر ده خلاص. فانا هقفل، كل اللي انا هعمله ان انا هروح على الريفليكشن كولر دبل كليك، وهخلي الريفليكشن قليل بالشكل ده كده. طبعا ده كده ملوش لازمه طول ما ده ابيض، لكن انا هقلل دي كمان تمام، وهخلي الريفليكشن واخد لون باهت شويه بالشكل ده كده. هو ما كانش فيه ريفليكشن جامد قوي في الطيارة على فكرة، ممكن نعمل بلار، بلاش بلار هنا، نخلي البلار في الافتر افكت. وتعالوا كده هنلاقي ان الدنيا بدأت، شايفين بدأت الدنيا تظبط حبتين. لو انا جيت للصورة اللي قبل اللي قبلها اللي هي دي، مش من نفس الزاوية، لكن مش مشكلة يعني. هي اعتقد الدنيا كده باينة. نروح على ريفليكشن مرة تانية، اخلي الريفليكشن ده وليكن بتاع 12 ولا حاجة، واخلي ده وليكن مثلا 16 تمام. و نروح تاني لريفليكشن كنترول شيفت ار، هنشوف بقى فرق دي من اللي قبلها كده، نشوف هل الفرق، اعتقد الفرق كويس تمام. لو جينا كده لا في فرق، في فرق زي ما بصوا هنا كده في الحتة اللي انا واقف فيها دي، هنلاقي في فرق كويس قوي بين الاثنين تمام. بعد كده بقى عايزين نروح للبامب تشانل. خلوا بالكم بقى من البامب تشانل، لان البامب تشانل يعني الى حد ما ممكن تبوظ الدنيا لو ما اتظبطتش. اولا عايز احدد الاول البامب هيبقى فين. انا كل اللي انا هعمله مجرد خدوش في الحته دي كده، خدش، تعرفين خدش يعني تحس ان دي مخدشه. طب هنعملها ازاي؟ اولا البامب تشانل لوحدها ما تعملليش دي، انا محتاج اشتغل على اتنين تشانل. مبدئيا عايز انزل البامب تشانل، هقول له بامب تشانل تمام، سيب البامب زي ما هي، نخف اللون بتاعها شويه كده، يبقى انا كده شغال على البامب تشانل. انا محتاج البامب تشانل ومحتاج الكالر تشانل، محتاج الاتنين. طيب تعالوا كده نشوف الظروف ايه. نيجي بقى للبامب تشانل. طيب البامب تشانل اولا انا عايز اروح اجيب حاجه صغيره اللي هي البيكسل براش، ممكن البيكسل براش او البنسل يعني. ممكن لو نزلنا تحت كده في عندي بنسل في حاجه فيها بنسل، بنسلز بالظبط. انا عايز مجرد انتوا عارفين خدوش او خطوط تمام. ممكن ابص كده على الاتريبيوتس بتاعتها تمام، بس اروح على البرش. ممكن ده ممكن ده يديني، بس ده يديني خطوط تخينه قوي. هو هي دي الخدوش اللي انا عاوزها او اللي انا هحتاجها تمام. ممكن هنا، ممكن من هنا، ممكن من هنا. اهم حاجه بس ابص انا شغال فين. حلو، بعد كده نروح للبرش ونروح للكالرز. انا قلت انا محتاج ان انا اشتغل على البامب تشانل وعلى الكالر تشانل. لو انا جيت ضغطت هنا كده هرجع للكالر وهقفل البامب. طب انا عايز اشتغل على التشانل، الاثنين تشانل. مبدئيا هروح للبامب تشانل تمام هنا، واعمل كليك يمين واقول له نيو لاير، وهروح للكالر تشانل واعمل كليك يمين واقول له نيو لاير عشان اشتغل على لاير فاضيه. هاجي للبامب تشانل وهنشط الدبل كلر او الدبل تشانل، اضغط عليها كده واسلكت كمان الكلر تشانل. اصبح كده انا شغال بالفرشه دي على الاثنين تشانل دول. انا هحدد بس البامب تشانل بس، هو كده كده هيرسم على دي وهيرسم على دي، بدليل ان هو عامل سلكشن هنا وعامل سلكشن هنا. خلوا بالكم البتاع دي هتاثر معانا جامد جدا، بس اهم حاجه اصغر البنسل شويه لان انا عايز خدوش مجرد حاجات عشوائيه كده. وهنعمل ريندر تيست او تيست ريندر كتير جدا جدا. هروح للتكتشر بينت، انا مش محتاج سوليد كلر، ممكن سوليد كلر ابيض، لكن انا عايز اروح اخد فروم ديسك وفتكس. انا اعتقد حاطط شويه سكراتشز. طب انا ما عنديش سكراتشز، او بصراحه انا عندي سكراتشز، لكن انا عايز اوريكم ازاي نجيبها من سي جي تيكتشرز تمام. نجيب سي جي، ادي سي جي تيكتشرز دوت كوم. زي ما قلت اعمل عليه اكونت، هو الاكونت اللي عليه فري. انا مش عارف انا لوج، انا كده كده لوج ان. ممكن نعمل هنا سكراتش، اهو سكراتشز
تمام اديله سيرش، في هنا شويه سكراتشز جميله قوي انا اختار منها اللي يعجبني. انا عايز صوره ما تتعبنيش، يعني صوره زي دي مش هتتعبني. ليه؟ لان انا هشتغل بلند مود، يعني هشتغل بلند مود اما اد او مالتي بلاي، فممكن دي تنفع، ممكن دي تنفع، ممكن يا ريت لو في حاجه ممكن دي تنفع جدا. اضغط هنا كده دي او دي، مثالي دي اعتقد دي السبيكلرز فيها عاليه، دي السبيكلرز فيها قليله، اعتقد دي تظبط معايا الدنيا جدا. هروح هنا طبعا كده كده انت عندك كذا كذا نوع، طبعا ده 1 ميجا، طبعا دي طبعا انت كده كده هم 15 ميجا اللي هتنزلهم كل يوم، فانت حاول تختار اللي انت. طبعا هاخد دي عشان تبقى هاي كواليتي، اعمل اوبن واحط واخش للتكست بتاعي وهسمي دي سكراتشز سكراتشز واعمل سيف، هستنى انها تنزل، نقفل سي جي تيكتشرز. موقع تحفه بصراحه، الموقع ده بامانه جميل جدا يعني. تمام، ممكن على فكره بدل سكراتشز ممكن تدور بسبلاترز، ممكن سبلاترز او ممكن كلمه راست، يعني سبلاترز او يعني ممكن لو انت كتبت هنا سبلاتر، لا مش سولاتر، سبلاتر، تمام، هتلاقي هتلاقي سبلاترز كتير قوي، سبلاتر مش عارف، بس هو في سبلاترز، حتى هي موجوده تحت كونكريت على ما افتكر، تحت كونكريت. تمام، في حاجات هنا فيها سبلاترز، ما علينا عشان ما نضيعش وقت. تعال نروح لتكتشر بينت، لود فروم ديسك، نروح على تكس ادي سكراتشز، هعمل اوكي الاول. وزي ما قلنا انا بشتغل على نيو لاير في الكلر ومع البامب. هاجي هنا وكل اللي انا هعمله بس ان انا يعني هزق كده، هرسم بس كده، يعني اللي هو كده. طبعا هوريكم دي بقى عملت ايه حالا، شيفت ار، شفتوا اللي حصل؟ طبعا ما ينفعش البصله، نقفل، نعمل كنترول زد. تمام، احنا كده على البامب شانل وعلى الكلر شانل، يعني احنا كده كده على الاثنين. اولا انا مش هرسم على الكلر شانل، مش هرسم على الكلر شانل، المفترض اني هشيل اللاير دي. طبعا هروح للايرز، طبعا اقفل كده عشان اتاكد ان انا على اللاير الصح، او اعتقد لا انا كده كده مش هشيل، انا كده كده عملت كنترول زد. تمام، احنا على البامب شانل والمفروض مش كلر، المفروض سبيكولر شانل. طبعا هقفل الكلر وهخلي معايا السبيكولر واخلي معايا البامب شانل. طبعا هرجع تاني للبينت براش وارجع للتكتشر لود فروم ديسك واخد السكراتشز، نفس الموضوع في دي، هقول له لود فروم ديسك واخد سكراتشز بالشكل ده كده. هاجي هنا بقى، اعتقد انا محتاج ان انا اروح للاتريبيوتس بتاعه البنسل نفسه. طبعا هاخد البنسل رفيع عن كده ومنساش البريشر اقلله. تمام، واجي هنا وارسم بس شويه حاجات واعمل شيفت ار ونشوف هل ناتج اللي احنا رسمناه ظهر ولا ما ظهرش. طيب مفيش هنا حاجه ظهرت. تمام، طيب نعلي البرش شويه ونجرب. تمام، نعمل شيفت ار، برضو ما ظهرش. طيب احنا نشيل السبيكولر وننشط الكلر، نروح لتكتشر لود فروم ديسك ونروح للسكراتشز تاني، اروح للاتريبيوتس واخف بقى المره دي البريشر، اللي متاكد ان هي هتعمل حاجه. طب لو علناه نزوم. طب احنا لو رحنا هنا ورسمنا، هي تقريبا ما بترسمش حاجه، نشوف بس الاول. هي فعلا ما بترسمش حاجه. طيب ما نشوف ما بترسمش حاجه ليه. لو رحنا لللايرز، دي نشطه ودي نشطه والفرشه نشطه،
مش فاكر احنا شغالين على مين، احنا شغالين على بودي كولر زيرو وبودي بامب. انا عايز البامب، نروح هنا كده برضو ما رسمتش. طب البريشر نعليه برضو ما فيش. طب نادي الكلر وادي البامب. طب ما احنا نعمل كليك يمين ونقول له نيو لاير صحيح، وفي البامب تشانل ما هو هو صح، هو هنعمل هشيل اللاير دي خالص، هعمل رايت كليك واقول له ديليت لاير، وهاجي هنا واعمل رايت كليك واقول له نيو لاير. كده ادي البامب وادي الكلر، هاجي هنا كده. طيب نعمل ايه؟ ممكن احنا نروح نغير الفرشه، اللي ممكن الفرشه ما تشتغلش، نروح للاتريبيوتس نقلل البريشر على قد ما نقدر، واروح للماتيريالز واروح للكلر، اعتقد هنقلل ده قوي 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 على قد ما نقدر، ونعمل كده. كده فعلا بدات ترسم تمام، وناخد هنا كده ونعمل شيفت ار ونشوف. فعلا بدات تديني شويه رطوبه، بس انا مش عايز كده، انا مش عايز كده تمام. هروح لللايرز تمام، وهشيل اللاير دي من الكلر، وفعلا مش هنشط الكلر وهنشط السبيكولرز، مش هنشط الكلر وهنشط السبيكولر. اولا هروح للبامب، هو كده معمول 100 تمام، واجي هنا كده وارسم بقى على السبيكولر وعلى البامب شانل تمام. اروح على البامب واجي اعمل كده نشوف هل مظبوط ولا، نعمل شيفت ار تمام. تعالوا بقى كده نجرب ان احنا نروح للبامب شانل تمام او السبيكولر، ونخلي دي اد. على فكره كلر دوج هي اد، لو عملنا كده وعملنا شيفت ار طبعا انتوا شايفين التطبيق ده، التطبيق ده من البامب. طبعا انا مش عايز التطبيق ده بالمنظر ده كده، فانا هروح دبل كليك على البادي واروح للبامب واقلل البامب بالمنظر ده كده. يبقى انا كده شغال بس على السبيكولر، والبامب بيديني مجرد بس شويه ديتيلز صغيره. لو رحت للتكتشر وقلت له لود فروم ديسك كمان ورحت رايح لدي، يبقى كده السبيكولر زي البامب بالظبط. ممكن اجي الف الطياره كده واجي من هنا اجي على الحته اللي قدام دي وارسم بس شويه حاجات كده واعمل شيفت ار 100%. شويه الخدوش البسيطه دي هي دي اللي انا عايزها تمام. نطلع قدام برضو حبتين واروح للاتريبيوتس بتاعه الفرشه وازود البريشر سنه. ممكن اروح للبرش نفسها واخد البنسل برش تمام، وادي مثلا هنا كده شيفت ار شفت شويه الحاجات العبيطه دي او البسيطه دي اللي بتدي الديتيلز اللي احنا عايزينها كده. ده احنا عملناه هنا، برضو عايز اعمل شويه حاجات هنا، شويه برضو خدوش بسيطه جدا هنا. هروح المره دي كليك يمين بقول له نيو لاير، المره دي كمان في كلر، هشيل السبيكولر، يبقى انا شغال على البامب وعلى الكلر. هروح للاير، اللاير دي اللي هي اللاير دي انا هعملها كلر دوج او اد ماشي. واجي لل هاجي لللاير دي بس بعد ما ارسم شويه حاجات كده واعمل شيفت ار نشوف ظروفها ايه.
هروح للير واروح لفلتر فلتر فلتر فلتر، ومن فلتر كلر كوركشن، وهقول له ليفلز. تمام، طبعا هنا مش باين مش باين حاجه، لكن اعتقد هنا هتبان. ده هو مش واخد اي كلر بيكسلز خالص. طيب ما علينا من دي. ممكن نعمل ايه كمان؟ ممكن اروح لفايل واقول له اوبن تيكتشر، واخد السكراتشز دي واقول له اوبن. تمام، بالمنظر ده كده. و كل اللي هعمله اروح لسيلكت واقول له سيلكت اول، اديت، كوبي. اجي هنا على الكلر، كليك يمين، نيو تيكتشر، وهقول له اديت بيست. تمام، بالمنظر او بالشكل ده كده. كل اللي انا محتاجه من شويه السكراتشز دي انها هتبقى موجوده في حته معينه فقط لا غير، موجوده في حته اللي هي مثلا الحته زي اللي هنا دي. هسلكت البرش واروح اخد مثلا حاجه زي الاير براش، مش حاجه زي، هي الاير براش، واكبر الحجم بتاعها قوي، واجي هنا وامسح كل الايه، كل الكلام ده هي كده، واجي على اللاير نفسها وسلكت كده. تمام، طبعا مش عايزه تمسح لان انا مش منشط الكلر، شيل البامب دي دلوقتي، خلينا على الكلر. تمام، روح على اللاير، سلكت البرش تول، ونمسح كل القصه دي. طبعا خلي بالك البتاع الاستيكة دي يعني سنسيتيف قوي، فلو لقيتها هنجت معاك استنى شويه، لان هي فعلا فعلا حساسه جدا يعني البروسيسور بيبقى عليه لود جامد قوي في الحته بتاع البريشر دي بالذات. طبعا انا اسف، الاريسر دي بالذات. تمام، نروح كده ماشي، نزوم هنا في الحته اللي احنا عايزينها بالظبط، واجي هنا اهو. تمام، ممكن بقى ارسم زي ما انا عايز، اجي ارسم هنا كده كده مثلا، واعمل بقى شيفت ار، هلاقيها اتضافت زي ما احنا شايفين مكان ما انا عايز. طبعا كده احنا هنعملها قديمه قوي، لكن حالا هنقلب البلند مود بحيث يظهر لي التيكتشز. بس هقول له كلر دوج، والاوباستي تقل حبتين، شيفت ار، هلاقيها عملت الخدوش اللي انا عايز. طبعا هنقلل الريفليكشن حبتين لان الريفليكشن جه عالي قوي، والاوباسيتي برضو هنقللها شويه، هنقلل الاوباسيتي شويه، والبامب تشانل برضو هقلل الاوباسيتي شويه كده. نعمل شيفت ار، هنلاقي الدنيا تمام، الديتيلز بقت مظبوطه وكويسه، ما بقتش زي ما انتم شايفين، ما بقتش مبالغ فيها. حالا بس نقلل شويه الريفليكشن، الريفليكشن هنا عالي حبتين، وكده يبقى احنا خلصنا تقريبا من الخامه بتاعت البودي بتاع الطياره اللي هو الحته الاساسيه يعني. فاضل بس الناحيه الثانيه نعمل نفس الحركه. تمام، الناحيه الثانيه هعمل نفس الحركه بالظبط، هروح على الكلر شانل، واروح على البراشز، واخد براش زي الشوك او تباشير. كل اللي انا هعمله برضه اشتغل على الاثنين، بومب وكلر. تمام، هرسم بس شويه حاجات، اهم حاجه ما انساش البريشر، ده بيودي في داهيه البريشر ده. تمام، اعمل كده. تمام، ممكن ارسم هنا كده، ممكن برضو فوق شويه. تمام، اروح عند الحته بتاعت بس كده. اعتقد كده لو احنا جينا عملنا شيفت ار نشوفها من فوق، تمام. اعتقد البريشر
يزيد شوية. تمام كده كده تمام هنا كده شوية شيفت ار كده اكيد هنلاقي بالظبط الحتت اللي هي اللي فيها يا دوب شوية تشابيح بسيطة كده. كده خلصنا من الخامة بتاعت خلصنا من الخامة بتاعت زي ما شفتوا بقى الحاجات اللي هنا دي عملت فرق. برضو اقلب من الناحية التانية واشوف هل الدنيا مظبوطة ولا مش مظبوطة. نرجع لورا كده او نعمل اللقطة بقى اللي المفروض انها موجودة في المشهد بتاعنا اللي هي اللقطة دي، ونعمل شيفت ار ونشوف الدنيا شكلها ايه. حلو قوي قوي كده. تمام نقفل نعمل بقى او نشوف احنا هنعمل الكتابات اللي كانت موجودة على جسم الطيارة ازاي في الجزء الثاني من المحاضرة ان شاء الله.